حتى منتصف القرن العشرين البلاستيك كان يحتل بلاصة صغيرة على الاخر في السوق، ودانكو انتشر البي في سي وقت اللي اكتشفوا اللي هما ينجموا يستعملوه في الحرب العالمية الثانية في عزل الأسلاك عن السفن البحرية، ومن وقتها ولا المادة البلاستيكية الأكثر أهمية في السوق. في ثلاثينات القرن العشرين اكتشفوا البوليثيلين اللي يستعملوه جنرالمون في تصنيع الساشيات، دبابز البلاستيك وامبلاج الماكلة. بعدها بالضبط جاء الكيميائي جوليو ناتا وطور مادة البولي بروبيلي اللي لقات شعبية كبيرة، ولاو يستعملوه جنرالمون في تصنيع كراسي صغار والكوش متاحهم. بداية موفقة. في سنة 2015 تم إنتاج ما يقارب 407 مليون طن في العالم من البلاستيك، ومازال يعيش معانا الوقت نتوى بالطبيعة مادام عمره أكثر من 500 سنة.